يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الاختيار، هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على المواهب الشبابيه في جميع الرياضات. عندنا تقرير اللي من خلاله راح نتعرف على ضيفنا لحلقه اليوم، خلونا نروح نشوف هذا التقرير ومن بعده راجع لكم، خليكم معنا. وقع اختيارنا اليوم على النجم المميز مبارك الصفار، لاعب النادي العربي لكرة القدم الشاطئية. تميز وأبدع في المواسم الأخيرة مع أبناء القلعة الخضراء ليكون من اللاعبين الأساسيين والمهمين ضمن صفوف الفريق، وأيضاً يتميز بالمهارة والمراوغة داخل المستطيل الرملي. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا التقرير اللي من خلاله تعرفنا على ضيفنا لحلقة اليوم المميز في لعبة كرة القدم الشاطئية كابتن مبارك الصفار، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور ويا هلا بالمشاهدين، إن شاء الله يكون خفيف بهالحلقة. حبيبي طول لي عمرك. الله يسلمك. كابتن مبارك، شو اللي حببك بلعبة كرة القدم الشاطئية؟ ليش ما لعبت صالات؟ ليش ما لعبت العشبية؟ شو اللي حببك فيها؟ لا ما أنا لعبت عشبية من قبل. حلو. من قبل تقريبا 4 سنين. بعدين دشيت كلية سعد عبد الله. حببني باللعبة، جيت شفت كذا مرة كذا سنة طافت اللي قبلها، جيت شفت اللعبة حبيتها يعني وجربت هالموسم. ممتاز. كابتن مبارك، كلمنا عن ما شاء الله يعني سر تألقك في هذه اللعبة، أنت اليوم مميز في لعبة كرة قدم شاطئية، من تلاعب هاوي من تلاعب عادي، يعني كأنك محترف في هذه اللعبة، شو اللي حببك فيها كذي خلاك أنت تتميز في هذه اللعبة؟ شوف الأمانة لعبة جديدة ولعبة حلوة، اللعبة متعة يعني يحتاج لها كنترول، يحتاج لها لياقة. الأمانة خلاني أحب هاللعبة لا فضل علي يعني مدرب محمد عبد النبي وكابتن فريق مهدي للقلاف وحاجية من أفضل لاعبين والباقي يعني والنعم فيهم يعني. بس هذي أفضل لاعبين كونهم إن قدم باللعبة هذه فخذيت خبرة منهم. أكيد. الحمد لله يعني توفيق من رب العالمين طبعا. أكيد. بما انك كابتن مبارك، بما انك انت شاركت في لعبه كره القدم الشاطئيه والعشبيه، لعبت الاثنين. اي نعم. اليوم تشوف من وجهه نظرك ان كره القدم الشاطئيه تحتاج مجهود مضاعف جبار للاعب؟ طبعا اكيد ان اللعبه تحتاج لياقه، لان لعبه تقاوم الارض، تقاوم التراب، فاكيد تحتاج لياقه، تحتاج بدال تتمرن مرة واحدة باليوم تحتاج تتمرن مرتين باليوم. صحيح. لأن أنت قاعد تقاوم اللعبة، تقاوم الأرض. صحيح. أكيد تحتاج لياقة طبعاً. كابتن مبارك، من وجهة نظرك اليوم المنافسة محصورة ما بين كم نادي؟ خصوصاً عدد الأندية المشاركة 5 إلى 6 أندية في لعبة كرة قدم الشاطئية. 5 أندية. عدد. 5 أندية. وجهة نظرك شلون تشوف اليوم المستوى؟ شوف هو أكثر فريق ينافسنا فريق يعني الكويت والجهرة، مع احترام الفريق الباجي يعني، لأن التربية أول موسم لهم، لعبة جديدة ما تمرنوا من زمان، تمرنوا قبل البطولة بأسبوع، قدموا بطولة يعني قدموا مستوى وايد زين ببطولة تنشيطية، واتمنى لهم التوفيق حق الدوري. بس اللهم قلت لك اللي هم نادي الكويت والجهرة. ممتاز. اليوم كابتن مبارك، كل لاعب يوصل لمستوى مميز مثلك لازم وراه جيش يدعمه. نقول اليوم منه له الفضل على مبارك في حصوله أو وصوله لهذا المستوى المتألق اليوم؟ الأمانة من مدربين، من الأهل، من الأقرباء. طبعاً أول واحد الوالد الله يحفظه. الله يحفظه. هو أكثر واحد يدعمني بهالموضوع، يعني كل مرة يقول لي ليش ما تكمل توك صغير. رياضة الكويت تحتاج رياضة، تحتاج. أكيد. هو أول واحد له فضل علي يعني. وطبعا محمد مثل ما ذكرت سابقا، محمد عبد النبي كذا مره كذا موسم يكلمني، ومهدي القلاف. بعد المشاركات هذه والبطولات اللي انت شاركت فيها، شنو طموحاتك المستقبليه؟ وين تبي توصل مع الفريق؟ والله طبعا محلات محليه احتاج طبعا الدوري الكاس، تحتاج كل بطولات يعني تاخذ. صحيح. ودك تاخذ كل بطولات. اكيد طبعا. بس هذا يبي لها يحتاج يعني يبي لها مجهود طبعا، يحتاج لها تمرين زياده عشان تاخذ البطوله يعني، اذا انت ما تتمرن ولا هذا ما راح تاخذ شيء. وخارجيا ان شاء الله. اليوم من وجهه نظرك كابتن مبارك، الرياضه هذه فقيره اعلاميا نوعا ما، يعني تسليط الضوء عليها ما هو قوي، اليوم شنو اللي ينقصكم انتم؟ اعلاميا، سبونسرات، دعايه، ولا شنو تحتاجون؟
كوني انا لاعب سابقا بثيل اعلاميا اكثر جماهير سبونسرات كل شيء في دعم من كل صوب. اما لعبه شوط لعبه جديده ما فيها لا نغل لا سبونسرات لا احتراف، هذا اهم شيء حق اللاعب. صحيح ما فيها احتراف، فيعني وايد ناس يعني عندهم مواهب ما يبيون شوط لان ما فيها احتراف. جميل. اغلب الرياضات تمر في نوعا ما نقول عراقيل، ما نبي نقول مشاكل لان كل مشكله ولها حل، تمرون في بعض العراقيل. اليوم شنو المشاكل او العراقيل اللي موجوده في لعبه كره القدم الشاطئيه من وجهه نظرك؟ اول شيء يعني ما فيها احتراف، كثره اصابات حلو باللعبه، ما فيها اهتمام، مع ان دائما احنا نسمع ان الاصابات في هذه الرياضه اقل من الاصابات في الرياضات الثانيه مثل كره القدم الصالات العشبيه، هناك اصاباتهم اكثر، الرباط صحيح الصليبي بعيد الشر عنك وهالامور هذه. صح هني كونك احتكاكك يعني مع الرمل يعطيك باور، يعطيك طاقه اكثر. صح بس انت قاعد تقول مثل ما ذكرت لك بثيل في احد يدعمك، في احد اما بالشاطئ من يدري عنك اذا انت صرت مصاب ولا هذا ما حد يدري عنك. عرفت مستوى اللياقة البدنية اليوم كابتن مبارك، خلينا نسولف عن اللياقة. أنت من وجهة نظرك إذا قارنت لك ما بين ثلاث رياضات اللي هم كلهم كرة قدم، ما بين الشاطئية والصالات والعشبية، الثلاثة هذيلي منو الأفضل فيهم كلياقة بدنية؟ طبعاً الشواطئ. طبعاً الشواطئ. طبعاً. لأن ليش؟ لعبة يعني ما مستحيل انت 36 دقيقه، هي 12 دقيقه 12 دقيقه 12 دقيقه، كل شوط 12 دقيقه، ثلاث اشواط 12 دقيقه، انت مستحيل كلاعب تلعب 12 دقيقه بالشوط. صح مستحيل ما تقدر. لان انت قاعد تقاوم التراب. صح لان الكره اذا طلعت ما توقف على طول وراها دايره تلعب. فهذا تحتاج مثل لياقه زياده، لياقه تحتاج. اليوم كابتن مبارك الناس كلها تشوف هذه الرياضه وحاب الرياضه لكن مو عارفه قوانينها، اليوم في تشابه ما بينها وما بين الرياضات كره القدم الاخرى مثل الصالات والعشبيه؟ بالثيل طبعا لا، الصالات اي لان هي الصالات والشواطئ تقريبا اتحاد واحد، فنفس اللعبه بس فيها قوانين يعني مختلفه بالشواطئ بس تقريبا نفس الشيء يعني ويعني مو وايد يعني. انا استمتعت وياك كابتن مبارك، مشكور وما قصرت على وجودك وسعه صدرك والمعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها عن رياضه كره القدم الشاطئيه. اذا اليوم حاب انك توجه كلمه حق الشباب اللي بيدشون هذه الرياضه لكن مو حابينها، شو تحب تقول؟ اول شيء انتم مشكورين وان شاء الله نكون خفيفين على المشاهدين. لعبه جديده مثل ما قلت لك، وتعال جرب تعال صح شوف. صحيح من خسران شيء طبعا، يعني رياضه تحتاج، الكويت تحتاج هاللعبه، تحتاج كل لعبات نطورها. وبس طول لي عمرك، مشكور وما قصرت وشاكرين لك على حضورك ويانا. صلى الله يحفظك. الله يسلمك. طول لي عمرك. شكرا. بكذي اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، على امل ان شاء الله نلتقي وياكم مع نجم مميز في رياضه جميله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل وفي أمان الله.